من الوجه إلى نيومه كان أمام الدراجات النارية تحدي جديد بطول 367 كيلومتر، ألا وهو الجزء الأول من مرحلة سوبر ماراثون التي تجبر دراجي النخبة بالعمل على دراجاتهم لمدة 10 دقائق فقط مع نهاية اليوم. الأسترالي توبي برايس الذي تصدر مرحلة الأمس اصطدم بواقع مرير اليوم، إذ خسر الكثير من الوقت مع افتتاحه للمسار ولم ينجح حتى بالتواجد ضمن المراكز العشرة الأولى، الأمر الذي كلفه كثيرا على صعيد الترتيب العام لهذه الفئة. وضع الدراج القادم من تشيلي بابلو كوينتانيلا كان أفضل، إذ أنهى يومه بالمركز الثالث بعد انطلاقته سادسا، ولكن القسم الثاني من المرحلة شهد تقدمه تدريجيا حتى المركز الثاني قبل تراجعه في الكيلومترات الأخيرة إلى الثالث. وهو ما صب في صالح دراج كي تي ام البريطاني سام ساندرلاند الذي احتل المركز الثاني، ولكن الأهم بالنسبة إليه كان تقدمه لصدارة الترتيب العام. أما بطل اليوم فكان الدراج البوتسواني روس برانش الذي شق طريقه بنجاح مطلق متقدما بفارق دقيقة و24 ثانية أمام ساندرلاند. وفي حين أن هؤلاء الدراجين أنهوا المرحلة الثانية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، حل كيفن بنافيداس رابعا وهي نفس نتيجته بالأمس. إلا أن الدراج النمساوي ماتياس وولكنر ليس بعيدا للغاية في الترتيب العام. وفي فئة الكواتس كان التفوق لليوم الثاني على التوالي من نصيب إغناسيو كازالي الذي وسع صدارته في الترتيب العام إلى أكثر من 9 دقائق عن البولندي رافال سونيك، وبفارق 23 ثانية يتواجد جوفاني أنريكو.